رفعت دعوى قضائيه في نيويورك ضد قطر تتهمها بتمويل قتل امريكيين من خلال دعم ارهابيين نفذوا عمليات ضدهم وجاء في الدعوى القضائيه ان دوائر قطريه رسميه ومؤسسات ماليه وفرت مبالغ طائله لارهابيين وانها استخدمت قنوات ماليه امريكيه لتمويلهم وتشير الدعوى الى ان مؤسسات خيريه قطريه استخدمت النظام المصرفي الامريكي لتوجيه المجموعات المنفذه بشكل غير قانوني الى الاموال اللازمه لتنظيم واداره الهجمات الى ذلك افادت مصادر ان الدعوى القضائيه ستدفع بجهود التحقيق في الكونغرس الامريكي حول دعم قطر للارهاب